بموضوع مهم ورد في القرآن وورد في السنة، وهو خلق من أخلاق المؤمنين الذين يتاجرون مع الله. هذا الخلق هو اغتنام الفرصة أو الفرص التي تقربك من رضا الله ومن الجنة. الحياة فرص، والمؤمن يغتنم الفرص التي تقربه من الدار الآخرة، تقربه من جنة عرضها السماوات والأرض، تقربه من الله. إذا نظرنا في القرآن وجدنا آيات كثيرة تذكر هذا. مثال: قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن هو هذا الرجل قال رب ارجعوني إلى الدنيا لأنه لم يغتنم الفرص التي كانت موجودة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما في الأحاديث فقد ورد كثيرا، مثلا في الحديث: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر سبعا من المعوقات، ويذكر أنك في فرصة، فبادر بالأعمال ولا تنتظر. هل تنتظرون؟ بادروا بالأعمال سبعا، يعني استبق هذه السبع قبل أن تأتيك أو إحدى هذه السبع المعوقات. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر الذي ينسيك والعياذ بالله، ينسيك حتى الصلاة وينسيك القيام بواجباتك الدينية، أو غنى يطغيك، غنى كثير وأموال كثيرة تطغيك فلا تعد تقترب من الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو مرضا مقعدا، أو مرضا مقعدا يقعدك عن الطاعة، أو هرما مفندا الشيخوخة وكبر في السن، أو موتا مجهزا، الموت المجهز يعني البغتة، يأتيه بغتة أجهز عليه، أو الدجال فشر غائب ينتظر. ماذا تنتظر؟ تنتظر حتى يأتي الدجال، حتى يأتي الموت؟ قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إذن في هذا الحديث مفهوم أنك بادر بالأعمال واغتنم الفرص قبل أن تأتيك المعوقات. وحديث نختم به وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. هذا يبين لك الفرص. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. إذن اغتنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك عندك فرص كثيرة. الغنى فرصة، أن يكون عندك مال هذا فرصة، أن تكون شاب هذه فرصة، تكون عندك فراغ وقت فاضي فراغ هذه فرصة، أن تكون صحيح لأن كثير من الناس أمراض هذه فرصة، وأن تكون حي في العداد الأحياء في الحياة هذه فرصة، لأن من الناس من هم تحت التراب. إذن فهذه فرصة، فينبغي على المؤمن أن يفكر بهذه الفرص. وأيضا تصحيح مفهوم الفرصة عند المؤمن: الفرصة عند المؤمن ليس كغيره كما هي عند أغلب الناس. الفرصة عند أغلب الناس مثلا يفوز الإنسان بوظيفة أو بشراء بيت أو فرصة يعني شيء نيغوسيو تمام في مشروع تجاري رابح، هذه فرصة، أو منصب أو مكانة اجتماعية أو غير ذلك.
الفرصة الحقيقية عند المؤمن هي الفرصة التي تقربه من الله، من إرضاء ربه، ومن الجنة التي عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.